طيب مشاهدينا، بداية وكالعادة مع بداية أسبوع جديد، خلونا نبدأ معاكم في جولة السوشيال ميديا وأبرز التغريدات المميزة اليوم. أكيد نبدأها بتغريدة من حساب معالي المستشار تركي آل الشيخ. موضوع مهم، المعازيم اليوم إن شاء الله لتكريم فنان العرب، تبدأ الحفل من الساعة 9، ومهم أول وصلة في الحفل وخصوصاً أول 20 دقيقة أنك تشوفها على الطبيعة اللي بتحضر، لأن شعورها يختلف تماماً عن خلف التيفي. الحفلة بطريقتها بمعازيمها لن تتكرر، هي مرة في العمر، 9 الوعد ولا تتأخر. طبعاً كلنا شوق وانتظار لهذا الحفل الرائع، والكل يتمنى أنه يقدر يحضر ويستمتع، بس أكيد المتعة حاضرة وأكيد راح نشوفها في التلفزيون، وسواء على الحضور والكل اللي بيحضروا اليوم الحفلة، نتمنى وأكيدين أنهم راح يستمتعوا كثير بليلة المعازيم وأداء وصوت فنان العرب الفنان الكبير محمد عبده، لأنه أكيد راح يكون منور المسرح اليوم وبيطل عليهم. وكلنا على الوعد اليوم إن شاء الله الساعة 9، سواء على المسرح أو الحضور، ما حد راح يتأخر. طبيعي ومو طبيعي، أجمل خليل.